نقولوا ليلى سعاد مدينه الناظور. ليلى سعاد صباح النور. صباح الخير ليلى غيد، الله يعطيك الصحه، كيف صحتي؟ مزيان الحمد لله، جمعه مباركه، ربي يخليك علينا وعليك وعلى الامور كامله. الله يخطيك ليلى سعاد، تفضلي شنو غادي تقدمي لنا هذا الصباح؟ واحد الطاجين ديال الخلع بالقرعه الخضراء. مرحبا، تفضلي. غناخذ الطاجين. نعم. شدت واحد جوج مطيشات نحكوهم. نعم. جوج دريسه ديال الثوم. نعم، جوج دريسه ديال الثوم ومطيشه نحكوهم في الطاجين. اييه مباشره، وواحد شويه ديال زيت الزيتون. شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل غناخذ شويه ديال الكمون. شويه ديال الكمون. شويه ديال التحميره. شويه ديال التحميره. شويه ديال السودانيه غبرة، الان السوداء اللي بزاف كتعجبني السودانيه غبرة، كتعطيني السما ولوكو زوين. مرحبا، شويه ديال السودانيه غبرة. وشويه ديال زريعه القزبر باش نبقاو في التيم ديال الخلع، فيه زريعه القزبر والثومه. زريعه ديال القزبر، شويه شحال تقدري؟ شي معلقه هكاك؟ غير شويه. لا خلينا الخلع راه فيه من السم، غير شويه غير شويه باش تتنى المطيشه والكريمة. نعم. المهم نردو الطاجين يطيب على نار مهيله، وناخذ واحد ربعه ديال الكورجيتات متوسطين. نعم. نقطعهم على النص ونقسمهم على اربعه. نعم. بشكل طويل. نشقهم ديك الطريفات نشقهم بالموس. نعم. نستفوهم في الطاجين، ندور الطاجين كامل ونخليو الفراغ ديال الوسط ديال الطاجين خاوي. نعم. الكريعة نرشو عليه شوية ديال الملحة، مطيشة ما درناش فيها الملحة، لأن الخلع أصلا كيكون مالح. نعم. تماما، غير شوية باش طلقنا ديك الموية ديالها مطيشة، بليطو الكرعة، باش غيطيبنا غير في الماء ديالها، ما غنزيدو لا ما لا والو. نعم. نسدو الطاجين ونخليو الكرعة طيب مع مطيشة. نعم. منين طيبنا الكرعة نحادي ونلقاوها صافي طابت، نشدو واحد الليفة صغيرة ديال الخلع يكون مقطع بالمقص طريفات. نضيفو ليهم. نحطو في الوسط ديك هذا وبالصحة والراحة، نخليوها واحد خمسة دقايق يطلق نص ماوي سخون وبالصحة والراحة، كيجي زوين. هذا يجي رائع سيغتو في رمضان، الواحد ما حتى العشاء ما غاديش ياخذ واحد بزاف ديال الوقت، واحد تيكون عيان مور المغرب دغيا يوجد. تيكون عندك الخلع في الدار تماما. نعم، تبارك الله عليك لالا سهاد، وشكرا على الفرصة الهائلة، تحياتنا ليك وتحياتنا الناس ديال الناظور.